تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. يوم العزم رجاء الأهلي، اللقاء المنتظر النهائي قبل الأوان. أكيد كلنا مرا رجال اليوم، كلنا مرا رجال اليوم يكونوا في تيران. أكيد ما غاديش نقولوا باللي دعوة الجمهور أنه يحضر، لأن كنظن بأن من دابا راه جمهور جهة الطريق ولا جمهور راه حدا التيران، كلشي غيفطر في التيران، كلشي غادي يكون يد واحدة في الماتش ديال اليوم باش كلنا ندفعوا الرجاء إن شاء الله لتجاوز ماشي واحد من أعتاد الأندية، ولكن لهذه الأقوى قاريا وتاريخيا في تاريخ دوري أبطال إفريقيا. مهمة صعبة وصعبة جدا، وافتح القوس وقول في المتناول، اللي في المتناول، ولكن نخليو فهمتك السسبانس اخويا. تحيه لكم مستمعينا، تحيه للوهاب السعودي معنا في خرج حقة اليوم، اعداد طريق النفتي معكم في تقديم نبيل مشقرونة. لي سوجي ديال حلقة اليوم غادي نهضروا على الماتش ديال رجاء اهلي، كل مراجعه في مباراة اليوم، كذلك نهضروا على الماتش ديال وداد الشباب بالوزداد. كذلك مستمعينا غادي يكون معنا مداخلات ديالكم على الرقم الهاتفي 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. الرقم ديالنا على الواتساب طريق شحال؟ الرقم ديالنا على الواتساب طريق 0628 38 38. كاش تخفلنا انا بلا انني شوف احنا عندنا بحال هكا الشفافيه، كتلقاه زها اعطيه زها لا راه المخرج اعطيه باس بالجهد، باس ديال البهجه عرفتي ديال السي هجر. المخرج كان كيقول لنا شي معلومات وخاصني نتابع معاه باش نوطيها. مخرج مشافق مع هادشي تبارك الله سي عبد الوهاب. واخا سيدي ها طلحه مزيان كيف هو هذاك اللي درتي لي واحد النهار؟ شنو هو هذاك واحد النهار درتي لي واحد قلتي لي راه هو انت كتلبس كحل انت وباطمان بوحدكم؟ لا قلتي لي واحد اخر. شنو قلتي لي واحد اخر؟ كريستيان بيل ولا واحد اخر كيدير شنو؟ كيدير ايو كيفاش ايو ايو؟ واش قديمه طلحه راه هو راه قال لي هذيك ايو ايو حيدت مع ايميني مسلم زعما تحيه المسلم، ما بغاش يقول مسلم تحيه المسلم. واش بدي نركز ديالي راه طلحه مسلم ويطريتني اليوم تقول ليه هو مرته زوج عليا دابا قلتي لي ما تكون دابا كنطلق لك الديسك ديالك وطلق لي مسلم. يلا مجيو صياد وقناص في نفس الوقت حمزه برزوق. تحية لك جمعة مباركة سي نبيل، جمعة مباركة خويا طارق سي مصطفى وجميع العاملين محطة ام اف ام، وجمعة مباركة للمتتبعي برنامج الصوت التالي. مرحبا برزوق الزميل طارق نفيتي طارق مرحبا. تحية لك نبيل، تحية للصقر ديالنا مصطفى طلحة وقناص سي حمزة برزوق وجميع المستمعين. الفوكون كيف الصقر؟ فوكون ولا فوتوغ؟ قلت لي تبارك الله الصقر ديالنا. لا طلحة طلحة شحال اليوم غندير اليوم غنكون صامت اللي تصيد ولا اللي تمشي على داك الشيء اللي مصيد هو النوع ديال طلحة القارض واش فهمتي؟ دابا راه بقى طلحة تقلبوا عليه ما لقاوش السير ماشي مشكل. لا داينا تيرانوزور هو. انا عندي تساؤل واحد، علاش طلحة ملي كتكون لاعب لاعب المنتخب ولاعب الوداد طلحة كيجي ملون تعقل ومكمش كتلعب الراجا وكتبقى فيك شي متر و90 وكتبقاش علاش اليوم كنضج؟ علاش اليوم جاي فرحان وناشط؟ الشفافية انا ياك الموضوع هو هذيك الساعة انا ضرب الكحل ودابا واحد القضية غتقول لي انا ودادي كل لاعب الوداد بحال لاعب انا خاصني نتكونسونطرا وخاصني نبقى كنفكر بحال انا داخل تيران. والله العظيم كنهضر بصراحة اليوم هانية الرجاء، انا الرجاء كنبغي الرجاء، الرجاء كتمثل المغرب، نتمنى لها التوفيق، بغيتها تربح اليوم، بغيت الرجاء وبغيت الوداد وبغيت بركان، اقسم لك بالله العلي العظيم الا بغيت نشوف نهائي هذه السنه ديال الرجاء والوداد وبغيت نشوف بركان. اللغه ديال العرعره ديال هذا كنهضر معك بصراحه، انا كنقول لك كنتمنى التوفيق لجميع الانديه المغربيه المشاركه في كؤوس افريقيا، لان انا هادو كيمثلوا البلاد كيمثلوا المغرب. احنا كمغاربه دابا خص اي فريق مغربي يكون عنده واحد التمثيليه، نبغوا ليه التوفيق ونبغوا ليه النجاح. وخاص الامريكاني ولا كان مغربي سيدي بالرياض برزق كاين شويه ستريس بزاف ديال ستريس بحالاش؟ لا راك عارف راك عارف ريزولتا ديال الماتش اللي فات في العلي، لا بريسيون ديال هذا الماتش هذايا التعبئه اللي جميع الساكنه ديال الدار البيضاء. بصح بزاف كتحس بالخلعه وبالنتيجه ديال الله اللي تقرب روتو، عاد كتقول لا راه داك جوج واحد الجمهور مخلوع اكثر من اللعاب
جمهور دابا مخلوع اكثر من اللعابه وانا واحد من الجمهور دابا. يعني كل فيما كدوي على الماتش دابا ولا بار اكزومبل طوطالور مع الناس كندويو على برا وكيجبدوا الماتش كنتخلع. ماشي كنتخلع زعما هذيك فهمتيني كتشدك واحد واحد شويه ديال الستريس واحد شويه التغليفه فهمتي. هما كرهتيش يكون الماتش من بعد ساعه دابا فهمتيني باش يحيد هذا الشيء فهمتيني تعيدوا عليه نمشيو للامر الواقع ونشوفوا شنو كاين فهمتيني. هذا هو الاحساس اللي كيحس به الجمهور ديال 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 كره القدم في العموم على العموم. والحيتيات ديال الماتش كيبقاو بوحدهم فهمتيني. واخا بيان سور غادي نهضروا على شي كامل طريق حتى هو كنت معاه بالخلعة ما تغداش اليوم طارق باش ما تغداش طارق. لا 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 بالخلعة انا حاجة واحدة اللي باغي نوصي عليها للجمهور وانه يمشي بزاف السوبرات واجدين صافي من تما الدار طارق اليوم باغي يمشي بكري غادي مع الثلاجة. انا حاجة واحدة انا حاجة واحدة اللي بغيت الجماهير المغربية ان لا الجمهور ديال الرجاء لا الجماهير المغربية كاملين يمشيو للتيرة اليوم بزاف. علاش؟ غير يعاقبوا ذاك القول ديال البارح اللي قال ديك الكلمه اللي ما خصهاش قال ديال هو الشناوي استفزو ولكن في الاخر شنو قال؟ قال هما فين الجماهير؟ احنا نفسنا نلعب قدام جماهير. اما اليوم غيبينوا لك شكون هما الجماهير. بلاشي بداو به اليوم غيعرفوا شكون هما الجماهير. نبداو بالشناوي. حمزه ما حدو سخون. بداو الشناوي عندك الشناوي تما سمعوه؟ كاين الشناوي. واخ بداو الشناوي طلع مرحبا يلا عطينا نسمع الشناوي. غير تنظر. تاع الجمهور انا ما مش عارف انتوا قاعدين تتكلموا عن موضوع الجمهور كتير قوي يعني محسسنا مثلا ان احنا جايين حرب مش عارف ليه احنا جايين بلد شعب المغرب الناس مقربانا من اول ما جينا الناس بصراحه استقبال احسن من رائع في المغرب يعني كل شويه بتتكلموا عن الجمهور 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 احنا 11 ضد 11 في الملعب يا جماعه مش حد ينزل في الملعب يعني لو حد نزل في الملعب ده اكيد عيب في الشعب المغربي وعيش في الامن عيب في الامن اللي موجود ده الموضوع انا مش عارف انتم متعصبين بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك الله يخليك الله يخليك ما مش عارف ليه انا برد على سؤال زميلك مش عارف متعصبين ليه بتتكلموا بحديه مش عارف ليه احنا بنتكلم بالراحه والامور كويسه مش عارف ليه الموضوع سهل وبسيط الموضوع سهل وبسيط انتم متعصبين باين عليكم جدا ان انتم متعصبين يا جماعه والله لا لا مش اول مره اكيد يا شكرا على نتمنى نلعب في جمهور واخا دا الشناوي هما غيتعصبوا مورا الماتش حنا قبل الماتش شويه بشويه قال لك قال لك استقبال رائع وما عرفتش الجمهور شوف هذا هو الجمهور غيستقبلك مزيان غيجي التيره غيخنشك لا لا باين عليك غادي تعصب حتى الاخر انتم شويه عليك واش كيفاش لكم ان شنو يدفعوا يدوي بحال هكا كيبان لا رياكسيون ديال هذاك الصحفي اللي خليه يجاوب على خاطره صافي ولكن حتى انا باش نقول لكم اخويا نبيل كل ساعه نبقاو نسولوا على الجمهور سول على الجمهور سول على الجمهور الجمهور ديالنا عالمي وكبير اش بغيتي شنو فاش غيفيدني الراي ديال الشناوي في الجمهور ديال الرجاء ولا في ديال متفق معاه هو بانه فهمني انايا بعد انا كصحفي ولا كمغربي هذاك الراي ديال هذاك الشناوي باش غادي يزيد فيا ولا غادي ينقص فيا على انا عارف انا عارف الجماهير ديالي عالميه وعارفه كدير الفريق وعارفه كدير وفيها 50 ولا 60% من الروندمون ديال الجوار كاين حمزه ماده اعلاميه كنعرف الصحفي كيمشيو تما باش ياخذوا واحد راه عرفتي شحال من سؤال تسولوا على قبل الجمهور تكونسوم واخا طارق البارح تكونسوم الصحفي الاول ناض الصحفي الثاني ناض الصحفي كلشي الجمهور يعني هو ديجا جاوب على السؤال جاوب على السؤال قال لهم احنا ما عندناش مشكل حل فهم بان حل فهم بان بحال حنا غادي جايبين هذاك الجمهور باش نديروا به شي حاجه ما كايناش في الكوره فهمتيناش بتقول علاش جايبينه نوض صداع ولا راه غيدير المشاكل ولا عارف الجمهور هادشي اللي هو فهم كثرت هذاك التكرار ديال هذاك السؤال والتكرار ديال الجمهور واخا تتحط بصيغه اخرى واخا نهضروا على الشناوي عنده تجربه يعني قبل يعني مع الجماهير المغربيه ولكن هاد الرجوع ديال الجماهير دابا من بعد يعني كورونا بصراحه رجع اقوى يعني في التشجيع ديالو للرجاء الوداد هادشي خذوه بعين الاعتبار راه كنقول لك بان الطريقه دابا الناس متحمسه مصابره عامين ما جاوش هذا هو اللي بغيت نقول دابا الطريقه باش كيشجع الجمهور دابا الوداد والرجاء انا حتى انا جاتني مغايره يعني شفنا عده مقابلات كبيره وعده ولكن دابا كما تكلمنا الطريقه اللي كشجع الطريقه كيبان لك بانه حتى الجمهور يعني دابا اي فريق جا الناس ايفولي جا كيلعب في بركه محمد الخامس الا وان الجمهور ولا
كيمشي كيدير ضغط كبير على الادفيرسا. واخا انا بغيت ولا كلاعب كنقول دابا عدد تمرا لاعب رقم واحد دابا ماشي رقم 12 انا بالنسبه ليا، لانه هو اللي كيدير هذاك الضغط قبل اللاعبين وقبل. وانا عشت شي في المقابله ديال بيترو اتليتيكو الشناوي ملي كيجاوب بحال هكا اش كيعني هادشي؟ شنو حسيتوا من النبره ديال الهضره ديال واش عليه ضغط كبير؟ ضغط كبير زاد دار ضغط على راسو وزاد عاوتاني داروا اون بريسيون زايده على راسو، لانه دخل في الكونفلي دابا مع صحفيين، دخل الكونفلي مع الجمهور، غادي يقلب باش يكون مزيان. لا مواندر ايرور منه تحسب لينا تخرجوا من الماتش. دونك هو دخل في هذا الشيء. انا دايا بصحته نشوفوا كومون يلفا لو جيري. دونك كاين ستريس في الفريق الاهلي بيان سور بيان سور اوتوماتيكي بار ديفو ما يمكنش ما عندكش كيفاش تحيدو ما عندكش كيفاش دير ليه. دونك دابا اللي كيبقى هو ان اللعابه ديال الرجاء اليوم يستغلوا ذاك الحضور الجماهيري الكبير اللي غادي يكون اليوم تقريبا الابواب غادي تحلوا مع الخمسه ديال طارق مع الخمسه مع الخمسه يبدا الافتتاح ديال الابواب ديال المركب الرياضي محمد الخامس. دونك الجمهور غيدخل مع الخمسه الجمهور راه غادي راه الجمهور غيدير بحال نفس الماتش اللي فات ديال سطيف راه تلقى ثلاثة ومش الجمهور ان شاء الله. دابا جاي من تما الجمهور دابا غادي كلشي غادي دابا غادي الملعب حاليا يعني فتيات رجال دري صغار قبل ما ندوي على الجمهور كلشي دابا الجمهور هزا دابا تقريبا كاين واحد كاين واحد الرساله مصطفى هو نهنيه ولا نحييه ولا ما عرفتش نقولهاش كلمات في حق هذوك رجال الامن اللي شفت البارح مع الوحده ديال الليله وتلاقينا معاهم تلاقيتهم مع الوحده ديال الليله مصطفى تي اورغانيزيو تمايا الناس بايته تمايا تحيه وتلاقيو كاينين حتى شي ناس ديال الاذاعه الوطنيه حتى هما لقيتهم تمايا كاينين تحيه لهاد الناس وتحيه لجميع الفعاليات اللي صارت على انجاح هذه المباراه هذه والله يعطيهم الصحه. اول حاجه هما جنود الخفاء حاجه اخرى نبيل لا محمود الخطيب لا الشناوي لا موسيماني لا كاملين كيشيدوا بالحفاوه ديال الاستقبال وكلشي كيشيد على ان الاعلاميين ديالهم والبوليس عاملهم زوين البارح في العربي الزاولي مطوقين لهم البلاصه مخلين لهم الراحه الكامله. وحنا ملي كنمشيو تما شنو كيطرا والله كان التوصيل البارح راه الفرق كبير ما بين التيران اللي عطيناهم هنا في كازا العربي الزاولي راه جوده عاليه ديال كازا باش نقولها لكم وديك الجرده اللي عطاو الراجا يترينو فيها ليه عطاونا واحد التيران في تيترينو في المزيان هما يترينو في المزيان وعطاونا حنا حتى تيترينو بحال الجرده عطانا واحد التيران. شوف شوف حنا من الصفات ديالنا ما كنقدروش سبحان الله هما بحال عبر التاريخ دابا شوف راه ماشي هما عبر التاريخ الصرخ كله بحال هكا يا ربي تسمح لي الصرخ كله بحال هكا واش ما ناقصين كرام شويه ولا ما عرفتش فهمتيني مشادين يديهم ولا نقول لك حنا من الصفات ديالنا حنا من والو حنايا حنا راه الكلمه الطيبه المغاربه ولو جيست ويخصم معاك هذاك الشيء اللي عنده هو يعطيك واحد لابارتي منه فهمتي حمزه حنا تربينا على هاد الامور هادي مغربي كرشو كبيره مغربي زعما على هاد الامور قانع مغربي ما البحر راجل كيعطينو في بيرجيكو صحيح ما كاينش مشكل بيرجيكو صحيح عطاهم من العربي الزاولي بجوده كبيره بعيد على وبيرجيكو احسن من العربي الزاولي كنا حيت الارضيه ولكن في لون بلاسمون احسن عين سبع راه كاف بعيد شويه على الضوضاء بعيد شويه على الروينه دابا شنو انا فونتاج عرفتي فين ترينا والراجا في القاهره عرفتي وسطاش في مدينه النصر عرفتي مدينه النصر شنو كاين داير بك القهاوي والمولات وهذا والروينه باش وصلوا في واحد الطريق ديال ربع ساعه وصلوا في ساعه وربع معروفين هادشي وسدوا لهم واحد الطرقان هذوك الدائريات وداك الشيء سدوهم لهم حنا تدوهم في الجيش الملكي دابا اللي فيه الترام وفيه لي ترام لا والله الا كيوصل البارح تلاقينا معاهم انا وزكريا وهشام فاش كنا غاديين قسما بالله الى الامن ديالنا الى داير دور كبير راك شفتيهم البارح طريق خاويه اسبورتيهم على داك الشيء الطونوبيلات من قدام جوج موتورات تجي الطونوبيلات جوج ماطر وصلهم حتى لوطيل مأمنين ما خاصهم حتى خير ما تعطلوش صحيح وحنايا كما قال لك نبيل قسما بالله واحد لقيته عايش وانا نقول نبيل راه مشي نتحرك تما قال لي سير مشيت ريحت في واحد القهوه دايرين سهره جيب من دوك اللي كيشطحوا كيلوينا تما والراجا كيدينا جبتي الامور هذه حنا تكلمنا دابا على الصفات اللي كيتميزوا بها المغاربه الحمد لله المغرب بلد الكرم عبر التاريخ ما عمرو جا شي ايكيب ولا شي فريق ولا شي منتخب وجا وقال لك حنا لقينا شي صعوبات ولقينا شي حاجه انا راه دابا جاي
كانوا اليوم هذوك ديال بورسعيد كاين الشكاوى مصطفى اليوم ودوهم ثاني بروتيجين شوف هما دابا انا كنشوفهم انا جاي تعدوا شوف اش ندير لهم تعدوا وقطعوا عليهم كاع حنا الحمد لله الحمد لله شوف قطعوا عليهم شويه علينا تاع واخا اصبعوا لي غنمشيو فاصل قصير لا نكمل هذه النقطه لان اليوم انا شفت اما ودوهم المسجد الحسن الثاني تبارك ودوهم بروتيجين ودوهم يصليو تما ودوهم معززين مكرمين اما انا جاي دابا حدا الوطير جايين كيفاش الامن يعني حتى واحد ما كيوصل لعندهم يعني خبر كيف حد شوف هادشي هادشي معروف بحنا يعني هادشي خصهم هما تكون عبره ليهم وتكون عبره للناس ديال شمال افريقيا باش نعرفوا بان حتى المغرب ملي خصو يمشي خصو يكون واحد الحفاوات الاستقبال وكيما استقبلهم خصو يديروا استقبلوا اكيد يلاه شو فاصل قصير من بعد فاصل غادي نجيو البلاطو مع طلحه برزوق طريق باش تكنيك ندويو تقنيا وبغيتكم تحطوا لي شنو هما السيناريوهات اللي يقدروا يكونوا في الماتش ديال اليوم شنو سيناريوهات زعما كومون شنو يقدر شنو يقدر يكون في الماتش ديال اليوم شنو نقدروا نتوقعوا عده امور تقدر فاصل فاصل وراجعين نكملوا في هذا الاتجاه هذا فاصل وراجع زعما سمعكم برا الشوط الثاني على اجل اذاعه ام اف ام يوم الحسم صحيح كارت فينال ولكن ملي كتلعب كارت فينال كونتر الاهلي ما عطوش الفريق اكثر من حجمه ولكن ماتش صعيب بزاف ماتش مهم جدا كنضرب اللي كيف ما قلنا فاش يلا درت القرعه الى رجاء قدر انه يتجاوز الاهلي في الماتش ديال اليوم كنضرب الا صافي راه خصك تحل الفينال ان شاء الله وتتقاتل ديك الساعه ان شاء الله تكون الوداد الرجاء في فينال ديال الشامبيونز ليغ برزوق شنو نقدروا نلقاو في كاسيناريو او كاسيناريوات في الماتش ديال اليوم شنو نقدروا نشوفوا وصعيب تكهن بلا سيناريو اللي غادي تقدر تشوف اليوم هي في الماتش واش نشوفوا اون دوميناسيون توتال ديال الرجاء واش غنشوفوا واحد التحفظ في اللعب ديال الرجاء واش ما انا بو مره الرجاء راه خصها تاخذ انيسياتيف عادي الراجل اليوم دخل قدام 60000 ولا 50000 دخل بتحفظ عادي نورمالمون اللي تعودنا في الرجاء والوداد وخليو لافيرسير هو الاهلي ظروف مقابله كي دايره ولكن نورمالمون متعودين ان 15 دقيقه الاولى ما خصهاش تكون ملي نتوما كنتو كتلعبوا مش داك ليكسيف في الهجوم عاوتاني اخويا انا يبقى هاجم 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 حمزه ماتشات بحال هادو ملي نتوما كنتو كتلعبوا تبارك الله لعبتوا في الرجاء والوداد ملي كنتو كتلعبوا نتوما مولفين هاد القضيه ماتشات بحال هادو 10 دقائق 15 دقيقه الاولى كتنزل ماتا ماتا وانت نازل عليهم ماتا وانت خارج خاصو يكون واحد الضغط رهيب ولكن بحذر ندوي معك بصراحه شنو هو الحظر هذاك الحظر هو ان ما خصوش تمارك يعني. الخطوط راه قال لك حمزه البارح الاهلي في لا ترانزيسيون بزاف لا ترانزيسيون عليهم مثلا وجاو خرجوا وحاولوا خرجوا وخليتي من شويه مساحات تلقى مشكل هنا خاصك تضغط ولكن خاص يكون هذيك لا سيكوريتي هذيك لا سيكوريتي ديال لا ميليو تيران ديفونسيف ولا دوك الهجمات المرتده خاصهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الرجاء خاص مثلا الا مشى مذكور وكون عرفوا مذكور انه كيمشي في الباندا بزاف خاصها تكون لا كوفيرتير كنعرفوا هذاك بيرسيطاو رابيد يعني ما كيكونش حنا مثلا لا يقدر يستغل هذيك المساحه يقدر يلعب في الدار حتى هو غيكون المدرب عنده محريفي راه يقدر يقول لي واحد اللاعب راه كيتصعد يقدر هذاك بيرسيطاو مثلا تجي يقول لي ها انت اون فوا غتلعب في الدار ديال هذا راه خاص يكون لاعب اللي غيكون ميو التيران راه داك عبد القادر علاش استغل ديك النهاريه من تما هادشي اللي بغيت نقول لك هذا خاص يكون حاضر خاص يكون ضغط رهيب لا من طرف اللاعبين لا من طرف الجمهور يعني 20 دقيقه الاولى تامل الخطوط مصطفى تامل الخطوط ديالك كنعرفوا بان مركب محمد ما خصكش مارك محمد مركب بغات تسهل ولا ما ولا غادي تكمل ما يمكنش ترجع راه دمو السيناريو اللي كيدوي قبل ما نكملوا ورجع عند برزوق طارق خاصك تستغل حتى حاجه اخرى ديال التخوف ديال الفريق الاهلي فريق الرجاء راه هما متخوفين والبارح بان في الحصه التدريبيه ديالهم على انهم خداو السيناريو متخوفينش من الخصم متخوفين من المباراه ياك متخوفين من الماتش كامل الظروف ديالها كامل والبارح راه مشاو حتى وصلوا للنيفو لانهم بداو كيترينوا على البيلانتيات وضغطوا السيناريوات بزاف كيفاش داروا غنجيو لهاد القضيه السيناريو ديال البيلانتيات راه وارد غنجيو لهاد القضيه حنا دابا كندوي في ربع ساعه الاولى هي المهمه عندي انا طريق شكون يتري البارح شكون ما تريناش الاهلي في الرجاء البارح في لونطريما ديال الاهلي الدراري كاملين تريناو حتى معلول افشا والشحات اللي كانوا قالوا في الديبار على انهم معتين تريناو ومعلول جرى كاع وقاص البالون ياك معلول اللي كان في الاول ما كانش قاص البالون وتريناو لعب ومواجد على انه يدخل في الماتش عكس الرجاء العرجون ما توشاش البالون جم متاخر شويه ودار غير
شويه ديال ديال يركض على على الجنبات ديال ديال التيران شويه بلا بلا العرجون ما جاهش ما جاهش ما واجد الهدهودي راك عارف كارطون روج ديالو انه ما يبقى ما تسمعش له لانه يلعب تقدر تشوف الحداد وحركاسي او حركاس وتقدر تشوف سيناريو اخر على ما اظن بان لي البارح في الماتش وما ما نقدرش ناكدو هو الناهيري ناهيري ناطرينا خصو يكون اسمه يقدر يكون ناهيري لا 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 ريال جول حادي ما لعبهاش المهم البارح المهم انا كنقول لك السيناريو اللي داروا البارح لا مصطفى لا ما تبقاش تقول لا صعيب عليه صعيب راه لعاب ديال الخبره هذاك لعب 10 سنين مصطفى ولكن شوف انا لعاب اللي لعب 10 سنين وما لعبوش في هذا الماتش شكون اللي غادي يلعب لعب سكحاني ولكن تلعبوا في الله يهديك اصاحبي لا 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 انا راس محمد ما لعبش الماتش ديال لالي حيت بليسي انا على البوست دابا على البوست غيلعب اريير غوش واش قلت لي دابا كيلعب اريير سونترال لا ما يلعبش اريير سونترال واش قلت لي دابا انا صحابي انا قلتي اريير سونترال هو قال لك اريير سونترال لا ماشي اريير سونترال لا شحال هادي ملعب لا لعبها بلاش واش الحداد راه سيرون بعدا الحداد لعبنا به فينال ديال لاكوب داراب الحداد لعبتيها في الصيف ماشي مشكل الحداد راه جوار جوار اكسبيريمونتي جوار جوار بروفيسيونيل وشوف دائما الجماهير كتكون عندها تخوف من اللاعب ملقي واحد ماتش كبير ملقي واحد تكوين اكاديمي الياس الياس ماشي 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 مدافع سهل الماتش الكبير مدافع من الطراز الكبير موجود ولكن ان شاء الله راه غاب بزاف على غاب ما غابش طارق خصنا نموتيفيه ودابا هو لو سول شوا اللي عندنا طارق وتعودنا على السيناريو تعودنا عليه عده مرات طارق شحال من مره شحال من مره يلاه لعب امازولو وشحال من مره شحال من مره الحداد ما لعبش وكنا متخوفين والجماهير تخوفات قال ودخل الحداد ودخلنا المقابله حاسمين وكما كنقولوا بلغه ديال الكره سكت الفوام ودار مقابلات كبيره الحداد تيقوا فيه وتيقفوا دابا هذا هو اللاعب اللي قلت لك انا محترف بروفيسيونيل الحداد راه ما عمره جا عنده شي مشكل يلعب ولا ما لعبش كيلعب كيأدي بشكل جيد وكيخرج بحالاته وانا ثقه في هذا اللاعب اليوم وانا باللاعب بالمقابله الكبيره اللي عنده لاغاج اللي عنده مقابله كبيره اللي جرى مع فريق الرجاء انا نقول لك بان ما غنضرش بان التوصيل وما غيلعبوش انا عندي حاجه وحده طلب واحد ومنه سؤال لبرزوق حيت برزوق هو الاقرب شخص الرشيد توصي في المراحل الاخيره انا غير بغيت الماتش ديال اليوم حيت شويه تقرب شويه التوصي وعرفت العقليه ديال كيغوت بزاف كيغوت بزاف وغير ما يعلمش هو مدرب كبير ويليكم شاو اكسيتي بحال هكا هو مدرب كبير هو تيقولها لك برا صراحه سان سيرمون رشيد تيقولها لك برا تيقول لك الدراري صبروا عليا انا كنغوت انا كن انا كنغوت رانا هادي رانا هذاك الشيء وليني راه او ميم طون كنعرف اش ندير راني ضابط الامور ديالي ضابط ضابط النفس ديالي واخا تشوفني نتنرفع عليك نقول لك وحمزه فهمتيني ولكن انا او ميم طون عجبني المدرب بارد احسن من المدرب بارد هو الشخصيه ديالو بحال هكا غير هو شويه من كيتعصب كيدوزي كيطلع بزاف هو دابا اللعبه كيبداو يسخنوا كيقولوا انفقوا انفقوا انا ما فهمتش راك تتزير عليه الصمته لا شوف تعودنا رشيد دائما بحال هكا في جميع الفرق وجميع ولا المنتخب دائما العلاقه ديالو مع اللاعبين دائما كتبقى طيبه وهذه هي الطريقه ديالو يعني في هذاك البوندوتوش ما يقدرش رشيد تقول لي برك وما يقدرش لان كلمات عنده ضروري باغي جونغلي هو ما يقدر داك الشيء كتحس بحال باغي يدخل رشيد في ديك لاغاج لا في ديك لاغاج وفي ديك لاغرينطا حتى هو حد نهضر في فاس هذيك السودان ما كانش الكاميرا هو لابس واحد طروكا كبير حتى لهنايا وجاي واحد الكره بغا يرد هو يدير ويتجمع انا بارك انا واشعابي وبكتهم الله يذكرهم بخير تنضحكوا كنموت ودار عندنا السي رشيد قال لنا واش ما كايناش كاميرا قلنا له ما كايناش هاك غنمشيو غنكملوا بالسيناريوهات قلنا واحد السيناريو اللي محتمل واللي دائما الرجل كيعرفوا كيفاش يجريو ذاك الضغط الجماهيري كنقدروا ماركيو في الاول ماركينا الدقيقه 10 شنو ندير؟ غنكملوا كمل الضغط عليه كملوا في هذاك الضغط وقتلوا المباراه زيدوا الهدف الثاني قلبوا على الثاني والثالث وقتلوا الماتش كما دارت الوداد في هذيك المقابله تحاول تكمل يعني الضغط لما ماركيتو سات عليك غتسال عليك المقابله وكبرت تامين الخطوط اخويا نبي لا واش كنزيد نامن اكثر مع هدف مسجل ولا اسمح لي كيفاش لا راه وكره ما كيجيش باش تنحط عليه حتى داك الهجوم والله تلقى على الكاو حتى داك الهجوم بارفوا كيتسمى تامين حتى هو النتيجه لانك كتحرم الكره من الخصم كتحرم الخصم من الكره ضاغط عليه في المناطق ديالو الثقه 0% معدومه عندهم وشنو تعطيه باش يقتلك زيدو زيدو خنقهم تمايا تنقول لك تماركي عليه كاع تماركي عليه شي ميت ماركي عليه راه تمي كتماركي عليهم كيبان لك اللعابه راه باقيين كاين فين شويه
واحد الدور شكون ماركي عليهم تكونوا غير تكون لعابه باقيين شكون كنديروا مع الرجاء حنا تكونوا غير فين شويه خاص ما تيتلعب السونتر كنبريسيهم عاود سير عندهم عاود سير عاودوا يعني عندهم وهاد الخدي كيدير رشيد كيدير الطوزي غادي تيديرها محسن بتولي عجبني واحد الحاجه نبيل تتسمع على ادفيرسير كان سير كنفو مزيان عجبتني واحد الحاجه تتسمع ديال محسن متولي بلا ما نحرقوها خاص تسمعوا دابا الا بغيتي سمعوا محسن عندك محسن من يذكر متولي. محسن جبد واحد النقطه ايجابيه ديالو واخا محسن اللي صراحه البارح لف لا كونفيرونس لف في الحصه التدريبيه كيبان قائد لاعب مع الجروب والجروب عنده شي واحد من خارج من بين يديه وتطوس كيعول عليه بزاف بزاف تقريبا حسيتي به هو الطوسي حسيتي به تقريبا راه قاسم معاه فهمتي الخطه هو لا كيبان كمدرب وسط الميدان صراحه لو بو ديالو في الجروب شخصيه قويه تنقولها لكم اخوتي بحال هكاك محسن التجربه ديالو حمزه اللي راكم دابا مع الرجاء ومع هذا خصو يستافد من الرجاء وخصو يستافد من اللاعبين الشبان لان دابا هو عنده ضغوطات مقابلات كبيره مدي القاء مع الرجاء والاهم انا بالنسبه لي المحسن هو ان خصو تشامبيونز ليغ واخا مهم جدا هذه نقطه مهمه تشامبيونز ليغ بالنسبه لي الى دا تشامبيونز ليغ مع الرجاء محسن يعني غيولي واحد لاعب خليه على الله ندير رحمة الوالدين اشك فرطتي في الحصاد وليتي باغي تعطيها للمحسن لا نتمنى شوف انا قلت انا نقول لك هذا اللاعب هذا ديك الفهل ديك الفروي اللي سميتو الالقاب ما بغاش شوف انا كل لاعب شنو كيستاهل الا ما داهاش هذا العام يدا العام الجاي غير المهم انا هذا اللاعب هذا لانه ساكريفا ودار مقابلات كبيره ولعب مع الرجاء ودا القاب نتمنى ليه كل التوفيق ونتمنى الرجاء اسمعوا محسن متولي عميد فريق الرجاء سبعه فالرسالة ديالي اللي كنقول للدراري هذاك الشيء كيخصني انا وكيخصو ماما اول حاجه ثاني حاجه اي لاعب يتحط في المستوى اللي تحط فيه الهابطي يقدر يضيع كاين اللي حدا بوطو وتقلع هذه هي سنه الحياه ما مكتبش علينا الماركي وما مكتبش علينا ربي كاتب شي حاجه كاتبها الدراري ديال الرجاء عندهم مستقبل والحمد لله اننا لقينا مدرب اللي كيهتم بهم وعطى الفرصه لبزاف اللعابه وكاينين المواهب اللي جايين خاصنا غير نصبروا عليهم شويه كتعرفوا الضغط ديال الجمهور والضغط ديال المكتب الرجاء خاصها اللعاب يكون واجد لا الرجاء كتطلع ولاد فرقتها باش يكونوا في المستقبل كيكونوا احسن وكيكونوا غاديين على ديك الوتيره ولا ديك المسيره اللي خدينا حنا ملي كنا صغار هذا القائد كي ديفوندي الدراري الصغار ديال الفرقه كي ديفوندي البرودوي ديال الفرقه حتى هويا كيقول على ان الرجاء ماشي فرقه اللي خصها دير دي ريكروتمون كبار باش تكون هي كبيره على ان الرجاء ديما كبيره بولادها وانا كنحيي هذه الهويه ديال الفرقه ديال الرجاء الميساج هذا اللي رفع به المعنويات ديال اللاعبين الشباب اللي عندنا في الجروب و اون ميم طون كي موتيفي لي زوتر جوار لي جوار ديكسبيريونس اللي قدروا يديروا حيت اليوم راه في الرجاء كنطرو ولا كات اليمون اللي مهمين على كأس ديال الرجاء ولاد الرجاء باقي صغار كدوي على الهبطي على زريده على مدكور على سكحان على سبول هادو كاملين ولاد الرجاء لاعبين بجديده فرح تصور بان هاد اللاعبين كاملين اليوم ماشي لاعبين اللي كنجي كنذوق بهم لا لاعبين ركائز اللي كتحتاجهم واللي التوصيغ يقدر يحتاجو في الماتش ديال اليوم في اي وقيته يقدروا يديروا لا ديفيرونس وهذا مهم وكنظن بان لا دين ديال الرجاء دائما كيكمل في هاد الاشياء هادو مدكور اونفون بان لي رابط رجليه البارح رابط والله الا شوف عندك واش عام ولا ما عندناش هادشي راه من الله لي ما عندناش دوطر شويه والله لي في القاهره راه الليله راه قلت انا ما غيلعبش كنشوف التيران اللي مخربقني شويه ما عارفش شكون اللي شوف انا التيران شكون بالك انا بالنسبه للسيستيم دو جو اللي لعبت 4-2-3-1 رجاء اليوم نقدر نقول لك تكون نقولوا واش قاد 4-3-3 بصابو خلي انيماتي ما شوف 4-3-3 ولا 4-2-3-1 بالنسبه لي انا حتى المنظومه ما بين الدفاعيه والهجوميه كيكون هذاك الكيليبر ندوي معاك لا سيكوريتي كتكون ما بين هذوك لو دو ميليو تيران ديفونسيف اللي من كنتعرفوا الناهير الى لعب في الباندا غوش ولا لعب مدكور كيطلعوا اللاعبين كيساندو يعني اكونديسيون صافا اكونديسيون دوك اللي لاعبين في لي زيك سونتري صافا يرجعوا يديفوندو هذا هو المهم اكونديسيون ديفونس عرفنا لا لين ديفونسيف عرفناها ميليو تيران ايوا تيران اللي شويه لا فورم اكطوال ديال نغوما وهي اللي خلاتني شويه تيران انا لعب نغوما نغوما كان مزيان في ماجيال ماجيال لي كان مزيان نغوما واخا قول لنا طرحهم بعد شي عضو انا في ميليو تيران ديفونسيف لعب نغوما بالهرود انا دوكا دي ميليو تيران ديفونسيف مول الاول لان تنغوما كيتميز بجوج صفات وكيسمعوا لي الصفه
يعني انه كيعاون في لا ريكيبراسيون كتلقاه موجود وفي ترانزيسيون ديال لابال وفي لا ترانزيسيون ديال لابال تلقى لا تو كيلعبها راح يتصبر فوا هذاك تا هو حال وعقل فهمتيني قناوي تا هو فهمتيني اخويا مصطفى قناوي واش ليا كيفاش نتمنوا يكون اليوم في النهار مصطفى واش هذاك اللاعبين كلهم يكونوا غادي يلعبوا بو الهرود واش غادي يلعبوا ميتولي كوم نيميرو 10 وتلعب لا اسمع لي لا اسمع لي غنلعبو ميتولي كوم نيميرو 10 وتلعب الهبطي اغوش وزريده الهبطي ادروات وزريده اغوش وحداد اون بوينت ولا غادي دير مكعازي وغتلعب محسن اون بوينت وحداد اغوش وكابانغو القدام انا نقولك ما بداش فهمتيني اش بغيت نقولك راه بزاف ديال لي شوا انا نقولك ما بداش محسن شويه كيميل لي من بزاف كنعرفو بانه دائما كيميل ولكن ما تنساش على انه في الماتش ديال التوسيع اعتمد عليه كوم نيميرو 10 والتوصي باغي يلعب زكريا الهبطي اليوم يمكن الهبطي خاصو يكون يمكن يلعب الهبطي وقلت لكم انا رشيد كومون يل بونس قلت لكم انا غادي يكون يقدر يكون كابانغو يكون حداد او ميم طون انا ما نضرش يبدا كابانغو وانا انتم دابا باقي السوايع بيناتنا واش بين اولو دابا تلحلاليس انا كنقول بان قلت بديت لكم ميليو تيران ديفونسيف لي دو قلت لك نيميرو 10 اليوم انا بالنسبه لي متولي زريده والهبطي واحداد غيكون متولي زريده بالنسبه لي راه بوليفالون تبارك الله لعبتي ادروات كيكون مزيان لعبتي اغوش يكون مزيان يعني المسانده الهجوميه وتخرب لعبتي حدا بالنسبه لي انا حدا لاعب كور يعني كيساعد وكيعون اوكي اوكي مزيان بلا دروات مصطفى بالنسبه شوف كتكون واحد بالنسبه هو مذكور انا ملي كتفاهم كيكون تفاهم وهذا باقي مذكور وكيمر من واحد المرحله جيد خصو يستغل على انه وحده محسن الله يرحم شوف راه مشى شحال من اريال دروا لعب مع محسن صاحبي كلهم مشاو للسيليكسيونات راه رشيد سليماني تبارك الله راه مسكن راه كان اللاعب الوحيد من البطوله الوطنيه اللي كان كيدخل السيليكسيون كما اللاعب الوحيد من البطوله الوطنيه السي رشيد سليماني كان كيدخل من بعد زكريا الهاشمي واش كلشي كيعرف المردود ديال زكريا استغل ديك النقطه استغل ديك الحسن يعني انا متولي كيرونفورسي داك الكوتي دروا كي محسن سيت محسن نقول لك محسن اي تان جوار جوست رغم هذوك الشيء اللي كتشوف لا تكنيك اللي عنده راه محسن راه وقت لا باس باس وقت السونتراج سونتراج وقت ما كيزيدش فيها سي ان جوار جوست هذه لا كاليتي لا كاليتي الكبيره ديال محسن هي اول كاليتي عنده هي انه جوست انه جوست انه وقت سونتراج عندهم تايمينغ وقت سونتر سونتر وقت تير وقت لا باس باس متفق معاك واحد الحاجه اخرى طرق. واحد الحاجه اخرى نبيل انا نضرب في صراحه كل شيء على كياكد على انه محسن متولي ما كانش في الماتش ديال الالي محسن متولي اللي كيعرفوه الجماهير يعني الماتش كامل كان اللي جينا نهضروا بواحد النسبه كبيره كان ديال انس الزنيتي انس الزنيتي بعد الخروج ديال مروان الهدهودي بورقه حمراء وجبد بيلانتي وصوف الفرقه في شحال من بيت كان المهم كانت الحصيله كانت تكون ثقيله هذاك هو انس في الافريق تخيل معايا طريق ما كايناش الكاميرا وداك الشيء كنا كنشوفوا كثار من هذاك الشيء جاب الله كاين هذاك السيد اخويا حيت كيكبر كيكبر في الله انس كاين راه لعبنا واحد الماتش في الكونغو في هذاك الملعب ديال الشهداء مع موتي مابيمبي لعبنا مع الجوج وحق طنطونه وحق الله العلي العظيم من الاخوه ديالي والناس كيسمعوا لينا واليوم الجمعه الا ضربها واحد لاتاكون انا درت قلت صافي غنمشي للسونتر بيت باش ضرب فولي ولا شنو كرواتي عطاوها ليه بحال ديال زريده بحال ديال زريده بحال ديال زريده ودخل فيها بلا ضروات بحال هكا دخل فيها مزيان ضربها ضربها كنت بالنسبه ريفلكس واحد ريفلكس ريفلكس انا عرفتي فديك جوج العشيه وداك الدخان عرفتي داك ديال الصهد كتبان لك النص في الكوره ما عرفت كي داير لها انس ما عرفت كيفاش لا ريفلكس وانا عرفتي جيت من السونتر تنجري عنده كيموتيفي نبوس ليه راسو انس الله يرضي عليك خويا غير داك الماتش اللي عاودتك ديال زامبيا اللي ما اللي التيران ما كنشوفوش الخطوط ديال كابتن ماجد التيران اش داير واخر حاجه راجو مازيمبي فاش بد بيلانتي برجليه جابدو بكوطاج جابدو بهذيك البوجو ما يمكنش دائما البصمه ديالو حاضر خاصو يكون اليوم حتى هو حاضر دائما حاضر مقابلات كبيره كيعاون يراجع في مقابلات كبيره انس لا كان في نهارو ان شاء الله اليوم حيت خصنا نكونوا متاكدين ان الاهلي غيجيو هاد ليزوكازيون اليوم غيجيو غيجيو قلال نقول لك ما غيجيوش غيجيو هادوك قلال وما يخافوا منهم ما نخليهمش يجيو اهلي
غيجيوا خاص ماركي عليها سوا ماركيتي عليها سوا ماركيتي عليها غيجيوا لي زوكازيو حيده بحال اللي كان جدك مؤمن مؤمن مع الوداد جبدها لي خويا العربي جبدها لي زوير من بعد ما بقاو شافوا بوطو يا هادي جبت داك العربي هو ضرك عليه زوير الله يعطيه الصحه جبتي مؤمن زكريا الله يشافيه الله يشافيه من احسن اللاعبين اللي دازوا في تاريخ من احسن اللاعبين اللي كانوا يدوزوا في الكره المصريه اخلاق ديالو عاليه الله يشافيه الله يشافيه انا كنت كنشوف فيه بركات صغيوه ولاني بهذاك لو نيفو اللي كان جاي كان غيفوت محمد بركات اللي بالنسبه ليا احسن لاعب في تاريخ ديال الكره المصريه الله يعطيك الصحه عرفتي علاش؟ حيت اللاعب المفضل ديالي في عزيز عليا بزاف ديال الناس ديك الوقيته كان عز ابو تريكه بركات بوحدو بركات بارك في بلاصه بوحدو بركات ما خداش فرصه بزاف في المنتخب هادشي اللي قلل شويه من القيمه ديالو لا ما كانش المنتخب شحال بزاف لعب 2006 لعب ما لعبش احسن لاعب كره مصريه هو بركات بركات عالي بركات لعب ما لعبش ما في منتخب وداك الشيء بركات حتى هو الاول قال لك عبد قال لك عبد الرحمن قال لك بركات ملك الحركات كي داز في هذيك الحقبه دازوا لاعبين كبار ماشي بحال بركات لا ولكن شوف دابا كون جا بركات في هذه الوقيته دابا مثلا يعني كنت دابا بالون دور كون جا هذا هو اللي بغيت نقول لك هذه الوقيته اللي كان ابو تريكا كان لاعبين اللي عندهم اسماء وازنه هذاك الشيء هو بقى ولكن دائما بقى داز لاعب كبير واخا مشيو من الاهلي ندوزوا للاهلي الاهلي كيفاش غيلعب الاهلي اليوم؟ باش يلعب زيدي على ديو زيدي الله يعطيك الصحه على السؤال هذا يا خويا نبيل كيفاش اليوم غيلعب تنظن على ان الاهلي غادي 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 يضطر باش يامن خط الوسط اكثر من اكثر ما يستعمل الحلول الهجوميه وباش غادي يامن هذاك خط الوسط هو نقدروا نشوفوا افشا اليوم اللي ما شفناهش في الماتش ديال لالي باغ اكزومبل تشوف هاني عبد المنعم ياسر ابراهيم لا معلول لاين ديفونسيف لاين ديفونسيف اليو ديانغ عمر السوليه حمدي فتحي ثلاثه كلهم افشا الشحات بيرسيتاو وماتشوفش عبد القادر اللي دار لا لا هو لا شريف تلعب يلعب بيرسيتاو بوحد هادشي السيناريو ديالي اللي تنقول المحتمل انا ما عارفش انا ما داخلش 3 ميليو اللي تقريبا ديفونسيف كدوي على حمدي فتحي والديانغ وحمدي وسوليه ما دوش عليهم انديسكوتابل وقرب ثلاثه ميولات دفاعيه وغادي يزيد عليهم افشا ويزيد عليهم حسين الشحات تاو يمكن يعني كطرو وطرو تا هما كطرو وطرو 4-5-1 بيرسي تاو بوحدو في لاطاك لانه رشتي راه فاش خرج الشريف في الماتش ديال لا ليغ راه دار بيرسيتا وكوم ان اتاكون دو بوان وي 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 شوف دخل افشا خرج الشريف ودخل افشا عمر بالميليو وبقى في هذوك هما الحلول اللي يقدر يستعمل يستعملوا موسيماني اليوم هو يامن خط الوسط لانه غيعرف بان المعركه غتكون في الميليو تيران هو غيكون تحفظ وعول على ديك بلوك با كما قلتي ديال 4-5-1 هذه هي المحتمله لانك راه يكون ميديان شويه وحتى تقدر الاهلي حتى هي تخلي الكره للرجاء لا شوف ولكن هذه بالنسبه لي هذه بالنسبه لي انا ملي الرجاء تكون عندها لا بال ملي تكون الرجاء كتستحوذ اول على ان 4-5-1 هو المحتمل باش غادي فوندي وباش غيخدم بهذاك بلوك با وملي غادي يستحوذ مثلا ولا لا دخلوا في المقابله انا التخوف اللي عندي انا من الاهلي كنعرفوا الثقه ويدخلوا في الماتش الى تحقق انا ما خصنيش نخلي الاهلي اليوم الخوف مصطفى هو في لا ترانزيسيون راه هذا هو الاشكال راه خصو يكون هذاك لي ديشي خصنا شوف الا بقينا عندنا بهذاك بريسينغ بريسيون خصو ما خصش نشوفوا لي ديشي حيت انا كان لي ديشي عند الاهلي ديال الاهلي واش الاهلي من نوعيه ديال الفرق اللي اذا شنو واحد بريسينغ او واش عطى الاكل ديالو في الماتش ديال لالي عطى الاكل ديالو ماركينا به هذاك لو بريسينغ وراه عقلتي فاش دوينا البارح كنا كيفاش دخلنا كوما راه تقلبات 4-3-3 بار ديفو كيدخل الشكل اللاعبين بار ديفو دخل الشكل بار ديفو مع ما قال والو هو رشيد جو بونس يقول كوما سير دخل مينو تيرا حيت دخل هو في دقيقه 40 شحال بقى 5 مينو تجي ميطو غادي لي كونسين بار ديفو تقلبات 4-3-3 ضغطنا عليهم تما شفنا واحد الجمله تكتيكيه راه نعاودوا هاد الهضره هادي مذكور البارح مذكور دايز مكعازي تبارك الله باس لومينوز فهمتيني وتزيد السونتر اون روتري يعني فهمتي جمله تكتيكيه محترمه ما تطلق بالاسم ديال الفريق الرجاء كان مخدوم حتى على او نيفو دو لا ريكوبيراسيون الرجاء شتيها كيفاش ضغطات ملي ضغطات دخلات عندها الكره عرفت اش دير بها ما زربات تاك 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 ماركينا بها حنا الفيستيار دخلنا الفيستيار ما بين فلاميتون السي راشد اش غايقول لهم؟
ولي باش نبقاو مانتونيو هذيك هذيك لو 4 3 3 بحال هكا قال لهم 4-1-4-1 ان سول سنتينيل هو ابو الهرود وكلشي قدامه تمايا وخلينا فراغات بزافنا لان الشحات وداك عبد القادر كانوا كيطلبوا اونتر لي لين ما بين لا لين ديال ديال ما بين لا لين ديال لا ديفونس ولا لين ديال ميليو تيران كيجيو تما وكيطلبوا تمايا لدرجه ان شريف حتى هو كان كيخرج تمايا وتخرج معاه حركات وكيدوز الاخر موراه كيدوز الاخر موراه الشحات كيدوز موراه هي اللي هي لاكسيون ديال بيتي هي ديال بيلانتي هي اللي بيرتوربات لو سيستيم ديال الرشيد مع هي 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 لاكسيون ديال بيلانتي لان خوات بلاصه ومشى فيها الشحات وعطاها تكلمتي عليها بزاف خاصها لا كومبيوتر خاصها تكون حاضره لان كنقول لك حنا في الرجاء كنعتمدوا على الاجنحه ضروري اليوم اليوم مذكور ولا كاين شي حاجه القضيه اللي وقعات بزاف ديال المرات كيخرج حركات كيخرجوا شريف واش لا كومونيكاسيون ما كايناش لا واش كان ماركاج ستريكس ولي كان ما فاش غادي ولا ماركاج ميتشو ماركاج دابا زون لا ما ماركاج ميتشو كيجي عندي كناخذو هنايا الاخر تياخذ ولكن كومونيكاسيون ولكن كومونيكاسيون شي دابا حتى الشريف غيفوت لا زون ديالي كندير لا باساسيون كندوزو للميليو تيران كندوزو لصاحبي هو عندك ورجع واخا طارق ولا خلي هذاك اللي جاي خذ انت هذا واخا طارق انا على قبل الماتش انا غير ما نهضر قربنا وقربنا من بعد شويه من الاهلي انا نقربكم كاملين من الاهلي شي اللي بغى يربح الاهلي يتفرج في الماتش ديال سان داونز سان داونز سان داونز اللي بغى يربح الاهلي ولا الريتور بجوج لا الريتور نهزمو بجوج بجوج نهزم وباش تضرب الاهلي في تيرانا بالمساعد المدرب اللي كان عند موسيماني يعني راه التلميذ ديالو ضربوا بواحد الخطه اللي ذكيه بزاف لعب ليه اللعب ديالو لعب ليه السيستم جو ديالو هو قراه حط ليا موسيماني في التيران ربحوا وما علمش بدوك لي كونديسيون اللي عنده الظروف ديال المقابله كتختلف ولكن غير حاجه وحده بورزوق دويتو كاملين لا بورزوق دويتو كاملين على اللعابه دويتي على بيرسيطا ودويتي على هذا دويتي على هذا نسيتي واحد الجوكر عند موسيماني اللي هو حل العقد ديالو وطاهر ومعلول وذاك طاهر محمد طاهر الانسانية طاهر محمد طاهر القاص راه عبد القادر دابا علاش انا قلت لك انا عندي احساس غيدخلوا اليوم رسمي لانه هو الفيتور ديال الفرقه معلول اما معلول واجد 100% راه داك الشيء اللي داروه ديال الاعلام ومواعد كله كذوب اي خليه راه حنا ما تنساش راه لعاب كاين راه ملعب معلول ادوب ترونشون باش راه يقدر هو يعاونك يعطيك بزاف ديال الحلول يعطيك بزاف ديال الحلول الهجوميه وتقدر تقدم من هذيك البلاصه ديالو تبقى غادي تمايا غادي تمايا محلوله الطريق لانه كيصعب بزاف لما كانش لما كانش داك ليكيليبر وما كانش هذيك لا كوفرتور على هذاك البوست اللي كيخويه هو راه يمكن لك دير غزاوه من تمايا وتقدموا من جهته الويد 2017 تقدموا من جهته لا على الاقل كانت الحقبه ديال اوناجم وديال الشرق وديال فلان تقدموا من جهته اوناجم والحداد وبشرق شكون غيشدوا منابل لا وكيتقدموا من عنده الصفات ديال معلول بالنسبه لي انا دفاعيا 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 ناقص نوي معك بصراحه معلول هو ماشي ناقص هو كيطلع بزاف كيطلع كيصعب بزاف ودائما الجهه ديالو الى لقيتي دوتي دابا على اوناجام ودوشي على اللاعبين هادو تبارك الله كانوا كيتميزوا بالسرعه وبهذا شي لقى شي لاعب سريع وكيلعب في الظهر ديالو كما كنقول اللغه ديال الكره يتقدى يتقدى من ديك الجهه وبالنسبه لي دابا انا راه كنقول لك بان انا سمعت انا الصحف محسن لازعم عليه محسن لازعم عليه محسن راه يدير فيها محسن لازعم عليه والله تيدير ليه خبله وانت نعرف المش مش تزعم عليه واخا معلول شويه واقف لا لا واش نو محسن كيما كان هذاك الادفيرسير اللي كان قدام ولا كان اون فور يكون اون فور يكون اون فور برافو لا يعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله اش كتمنوا ناخذوا معنا المداخلات ديالكم مستمعي على الرقم الهاتفيه 05223300 اولا 05221333 معنا مستمع معنا ياسين من كازا ياسين مرحبا بك اخويا السلام عليكم بنادل بخير الله يحفظك اخويا ياسين وشي هاي الدراري اللي معاك طارق حمزه الله يحفظك بارك الله فيك خويا بغينا نهضروا شويه على الوداد بحال نسي شويه اليوم شوية. لا لا خويا لا لا حتلعب الراجا اليوم وصافي الراجا وي داكشي علاش ان شاء الله داكشي علاش حتى هما نتمناو ليهم واحد موفق ان شاء الله يديروا نتيجه ايجابيه ما تخافش ياسين خويا ما تخافش انا قلت غنحيدوا الراجا ندخل لهم الوداد كون هاني صافي انا ما خايفش عليك اسي الطوف الله يحفظك وانا ما تخافش اخويا وتحيا وتحيا الله ليا بحمزه والله مرحبا وحدايا ترى دوزت مع واحد الماتش مزيان واو الاطلسي وحسيني مزيان فين لعبتوا فين؟
نقدر نقول السميه لا المنطقه زعما لا المنطقه المنطقه الوازيز الوازيز صافي ميني فوت ميني فوت وكا ولعب معايا انا في الفرقه واحد اللاعب راه لاعب اليوم هانيش لاعب اليوم مع ماشي مشكل المهم مع العشرة ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل خلي عنده ماتش اليوم خلي عند شي فالج تيدوز الماتش اليوم ونقول لكم يا الله تتني ونفرجوا زيد صعيب علينا لا هادشي اللي كاين ان شاء الله الوداد تيجيب شي عطينا التوقعات ديالك النتائج ديال المباريات بجوج تا يلاه ديال الوداد والرجاء بجوج اخويا ما كذبش عليك اخا حمزه الرجاء فين لا كون مغربي لا فهمني اعطيني النتيجه ماشي شغلي انايا شحال النتيجه اقول نقول النتيجه والفرقه ماشي شغلي لا لا شوف ولكن يكون ولد البلاد راه ولد البلاد صح فهمني فهمني اش بغيت نقول لك ياسين شوف فين كتكون يا ياسين تعادوا نتقبلوا منك شي حاجه اخرى لا انا قريب للطارق بن المدون انت حدايا صافي قريب المعقيل دراجه زعما راه خاصك تجي توقع علينا بويزي ما يمكنش ما يمكنش المهم النتيجه 1-0 شكون دراجه ان شاء الله ماشي مشكل والوداد غدا عندك راه رابحه شحال اخويا شحال رابحه الهوله لا لا تقول لي شحال رابحه بعينيها 20-0 الله يعطيك صحتك ابو ياسين فمك السيدي ربي اخويا ياسين شكرا ياسين شكرا شكرا ياسين كان معنا من كازا الوداد الوداد واش بصح ماتش بياج ولا غير كنقولوا باش نحيدوا لا شوف غيبقى ماتش صعيب دابا اي مواجهه دابا شوف اي مواجهه ما نقولش الوداد دابا صحيحه ولا المقابله غتبقى في 90 دقيقه شو ولد باقا ديك الوداد اللي خصنا نقولوا ليها عندك تصيدي كنضب على الوجه ولا تعرف فاتت هذيك المرحله لا خوف على الوداد شوف تكلموا بالمنطق دابا دائما كتبقى مقابله في كل في كره القدم 90 دقيقه كما تكلمنا على السيناريوهات اي مقابله المدرب دابا اللي ولا السي وليد علاش انا كنشكره لان ولا كيتكهن ولا كيشوف لنا دوك السيناريوهات كلهم اللي كيكون مقابله علاش ضرنا على الزمالك الزمالك دخلنا وتسجل برافو تسجل عندنا الهدف وعرف كيفاش يفوز بثلاثه وتحيه الجماهير الوداديه لان كان عنده واحد الدور كبير الجماهير الوداديه في هذه المقابلات كلهم اللي ربحت الوداد كاين واحد الدور كبير ديال الجمهور الودادي اللي تحيه خالصه للجماهير ديالنا الوينرز لانها كتساند الفريق ديالها من الدقه الاولى حتى الدقه الاخيره الوداد كدوز من واحد المرحله جيده يعني كل الظروف مواتيه باش الوداد غدا تربح اداء ونتيجه ما بقيناش كنهضروا على الوداد ديال انا عندك الا شكون غيدخل الا خصو يدخل لينا هذا لا كل لاعبين التضوي اللي داير الفريق اللي داير وليد عاطي الاكل ديالو الحمد لله الجول رجع للمستوى ديالو الدفاع راه كتشوف التضوير اللي دخل كيقضي الغرض خارج ارض الوطن ولا داخل ارض الوطن ميو تيراه راك شفتي نقص عددي خرج داودي واللاعبين ولاو فيهم 14 واحد هنا كنقول لك ولكن طلحه كنظن باللي السيناريو ديال غدا ما بين الوداد وبالوزد واضح على السيناريو ديال اليوم هو اللي استغربت ليه هو طريقه تحضير المقابله اللي كيفاش حضر لها الفريق الجزائري هو انه مشى دار لاسيونس تكنيك وطاكتيك دارها في تونس من بعد جاي تريني هذيك لاسيونس اللي حنا سوقنا اللي مبروغرام عليها ويديرها حتى في جزر لا جاي حنايا غاديين ويديرها حتى في جزر لا غير ما عندناش مشكل حنا شوف حنا عارفين الخصم الخصم لعبنا هذا الضو شفناه في عده مقابل الخصم معروف دابا الاوراق لا لا شوف شوف اسمعوا الاوراق ديال الخصم عندنا حنا مكشوفه ندوي معاه واش هو خاسر في بلاده خاسر في بلاده وجاي بغى يتخبى علينا هنا اش غادي يدير تخبى في بلادك تخبى دابا ما قديش الغرض غادي عندي انا عاد بغى يتخبى علينا وتقول تخبى عندنا باش غادي نلعب باش غادي نلعب ميكسيهم ندير جوج في واحد شوف اول حاجه بالوزداد رجعوا لها اللاعبين اللي كانوا موقفين واللي كانوا مصابين هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هما اللي كانوا كل لعبوا لا كانوا لا لا ماشي غيضربوا ماشي غيضربوا ولا ما يضربوش النقطه لا هذه شوف راه كره قدم هذه راه من فوق خمسه عرفت قلت لك راه ضروري من الحيطه والحاضر الوداد الوداد خاص الركراكي يلعب على البسيشيك ديال الدراري انهم ما يحقروش الفرقه اللي غيلعبوا معاها وما يتكهنوش بانه لا صافي راه وصلنا ورا درنا راه دخلنا الدومي فينال علاش راه المحمديه انا عطاك السيناريو ديال شباب محمديه السيناريو ديال شباب محمديه راه باين داخل بكاع العناصر واحد الوقيته تاقوا في راسهم تدوار ديال الكره البيض سونطري هنا ضرب هنا دير هنا لعبوا الماتش صحيح هذا السيناريو هذا ما بغيناهش يتكرر دخلوا كانكم اول ماتش غتلعبوه
ما لعبتوش الاهلي، محيو الاهلي. شوف الظروف ديال هذه المقابله بالنسبه لي دابا مغايره على ديال المحمديه، بعيده كل المنافسه، مغيره المنافسه بعيده. وانا عارف اللاعبين دابا ولاو كياخذوا كل مقابله يعني بالطريقه ديالها وبالمنظور ديالها. المنظور ديال الوليد لهذه المقابله بالنسبه لي هو غينسى المقابله اللي ربح بواحد زيرو، وانا عندي ثقه في اللاعبين ودابا انهم دابا كيشوفوا بان مقابله مغايره اللي غتكون مقابله ديال الجزائر. وانا عارف بالفكر دابا ولاو كيفكر فيه الوليد واللاعبين، ما بقاوش دابا هذاك 0% ولا 0.99% ديال الشك تحيد من اللاعبين. يعني المهم اللي عندي انا هو ان دابا الفريق وصل لواحد المرحله ديال النضج. الفريق دابا كيدوز من احسن المراحل ديالو. انا شي دابا قلت هي السنين اللي مرمرها، انا دابا فكرت الفريق ديال عموته. انا كنشوف انا كنشوف دابا الفريق الطريقه باش كيدافع والطريقه باش كيلعب الوداد دابا في الشامبيونز ليغ. انا دابا حتى عندك بلاتي غادي كملت الحاو فينا وكاين تدخل ديال بورزو وخا. انا الطريقه باش كيلعب وليد دابا وكيفاش باش كيجري المقابلات وباش كيربح حتى الفعله ديال عموته. دابا خلي تهالفه دابا نفس اللاعبين ماشي نفس اللاعبين، ولكن الاحترافيه اللي كيخدم بها وليد تعرف معك في هذه النقطة أخويا. شوف الاحترافية والطريقة اللي كيشتغل بها وليد دابا مع المجموعة نفس الطريقة اللي اشتغل بها عموته مع المجموعة وفزنا باللقب. حنا غادي في الطريق الصحيح، متفق معاك، غاديين يعني بواحد سلاسة. أنا سحبت كدوي على السيستيم دو جو ولا لا؟ لا لا بقاش راني على السيستيم. لو سيستيم دو جو كتفرضوا كيفرضوا المقابلة والظروف ديالها. انا مابقاش قول لي انا حتى انا دابا الوداد علاش انا ناشط وفرحان الوداد. هي الوداد ديال عموته دفاعيا اقوى دفاع من هذه. حتى هذه دفاعيا الا وصلتي دابا دفاعيا هذه هجوميا اقوى مصطفى. وما عندكش الزيري مودا ولا اشكال الا جيتي تشوف دابا اللاعبين اللي كانوا عند عموته في الهجوم، لا اناجم لا الحداد لا اللاعبين لا 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 ما عندكش. ما عندكش ما عنديش انا ما عندكش مبينزا تصوم ومترجي بلا في عندي ولا هذوك اللاعبين. لكن بلاتي حمزه واش مبينزا ولا في بيان سور لاعبين مزيان وكرا ماشي مزيانين وناجم وبالشرقي وبالشرقي راه بينزا غيلعب. اسمع ليا بينزا راه لاعب دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ غيلعبها بن شرقي اش غيلعب دابا. اسمع وهذيك الوقيته انا كندور عندك الوقيته واحد كندور على هذا الوقيته وخلي دابا اش قلت لك انا لا ما جرى دابا. شوف كل وقيته واللاعبين ديالها هاتي اللاعبين دابا دابا بينزا ولا في وجبران وداك الشيء راه هما احسن لاعبين دابا حيت هما اللي غيلعبوا الدومي فينال. هادو دابا حاليا احنا عندنا ثقه ولاعبين كبار دابا وكيمروا ازهى الفترات ديالهم مع الوداد. شتي لالين داتاك الطريقه باش كنسجلوا يعني راه شتي كيفاش ماركينا ثلاثه على هذا على خمسه على بيترو اتليتيكو خارج الوطن كنماركيو. يعني احنا عندنا المنظومه الهجوميه كمشتاغله، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي عندي انا طارق كنشوفها وكنشوف اشراف داري وكنشوف الناس كيفاش كتعذب وكنشوف الكرفصه اللي مخليه لا سيكوريتي. حيت هاد لا سيكوريتي اللي كاين راه كاين الفريق. كنقول لك واحد القضيه، راه الفريق اللي كيدي الالقاب هو الفريق اللي عنده احسن دفاع، راه ماشي تقول لي احسن هجوم. راه دابا انت لعبت واش اللي عنده احسن منظومه دفاعيه ماشي احسن دفاع. دابا دخل فيها اللي بغيتي انت المنظومه بدابا بالنسبه لي احسن دفاع. انا ما يمكنش ليا نبدا اونكيسي باربعه ديال لي ديفونسور مصطفى ماتش كامل. دابا خصني 11 لاعب كيديفونديو مزيان وتيهجموا مزيان. دابا سالي كاب بوغ الوداد. دابا الوداد دابا شوف حنا ما تندويش على الشك. دابا شوف جبت لك سته المقابلات الاخيره، اما باش تقول لي دفاعيا وتبازي على اربعه اللاعب. انا جبت لك انا دابا شوف تما طلعها باش ناخذوا بالسامع. جبت لك سته المقابلات الاخيره اللي جرى الوداد. جبت لك 3-1 ديال الزمالك، 1 ديال الزمالك، جبت لك 5 جبت لك 5-1، جبت لك 3-2 ديال سميتو، جبت لك بلوزداد. يعني هنا شوف شحال ماركين وشوف شحال مسجل علينا. يعني هنا كنقول لك بان الدفاع مأمن ليا الهجوم عندي انا، لان ملي كيلقى الهجوم ترتل انت تقتيها ملي كيجي واحد الجول وكيديفوندي وكيجيب لك واحد الكره كتمشي انت كمهاجم كتجي تجري تبوسلي فوق راسو. وي ولا واحد المدافع تبارك الله بحال اشراف ولا بحال فرحان ولا بحال اللي كيتقاتلوا كيبان لك هذاك مبيزا كيولي يرجع يعاون فيهم وكيقلب على هذاك يهبط ريدو تا هو يضرب يماركي لك البيت. هنا اش كنقول لك طريقه الشغال ديال المنظومه ديال المجموعه لو بلوك هامسا وراك لا دابا خلي البلوك راه كاين الظروف ديال المقابله هي اللي كيعرفوا يتعاملوا مع اللاعبين. اي مقابله الا كانت مقابله مختلفه واش كيتسمح لي على ان البلوك ديالي يكون مشتت اخويا؟ الا كانت بيترو اتليتيكو كانت مقابله مختلفه والبلوك كانت على مشتت وشي للهجوم بزاف. لا ديالي كندوي على ديالي انا مصطفى. البلوك ديالي انا فرقتي مالها
ما مسموحش لي يكون مشتت اخويا مصطفى في جميع الفترات ديال المقابله سواء هاجم ولا سواء مدافع. راه الا كانت عندك تقريبا واحد اللاعب اللي يدير لك ليكيليبر، راه عندنا ليكيليبر في الوداد اصاحبي. دابا الا جينا نشوفوا الوداد ليكيليبر كيدار في لوكو ديال مصطفى، ما كيدارش الا دويت لك انا على الدفاع وجبت لك وخاصه الميدان الدفاعي وجبت لك الوسط الميدان الهجومي والاتاك، راه عندي ليكيليبر. دابا حاليا انا ما غاديش نهضر على شي حاجه سلبيه في الوداد، الوداد دابا كتمر احسن فترات. لا شي حاجه سلبيه وصلنا للختام. المهم عندي ان الوداد دابا كدوز واحد المرحله، دابا كلشي ثقه، الجماهير ثقه في اللاعبين، المدرب عنده ثقه في اللاعبين، المسؤولين عندهم ثقه في اللاعبين، عندنا دابا المنظومه واللاعبين كلهم والمكونات ديال النادي، كنا دابا عندنا فريق منسجم وفريق كبير. كنتسناو الالقاب. دابا وصلنا للختام طارق، غير النقطه كنتمناو التوفيق ان شاء الله اليوم للراجا في الماتش ديال الاهلي وتأهل الدومي فينال، ايضا كنتمنوا تأهل فريق الوداد الرياضي حتى هو على الفريق ديال الوداد الجزائري النهضة البركانية. كنتمنوا على ان الفرق المغربية كاملين يشرفوا بالدرابو ديال المغرب ويوصلوا لابعد نقط ونحيدوا ديك الهيمنة اللي كانت قديمة ديال المصريين، الفرق المصري والفرق التونسية والاهلي والترجي الاهلي راه في المتناول اخويا، والبورسعيدي في المتناول، وهذاك بالوزدة حتى هي في المتناول. كيف ما قلتي انايا تنحيي الفكرة ديالك اخويا طارق وتنأيدها، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا ماتش ابتداء من اليوم، نشوفوا الهيمنه والسيطره ديال الفرق المغربيه. وكنتمنى ان شاء الله على ان الرجاء يدير شي ماتش كبير اليوم ان شاء الله، واخا كلشي مخلوع، ولكن لا بلوبار ديال الجمهور متفائل وانا منهم، وغنزيد نتفائل ان شاء الله لانني كل ثقه في العناصر هادو. وكنتمنى حد موفق للوداد البيضاوي حتى هو ان شاء الله، ونهضره بركان حتى هي دير اللازم ان شاء الله حتى هي. باش نختموا اخويا حمزه، حنا كل المتمنيات ديالنا نشوفوا نجيو نهار الاثنين ان شاء الله، جمعه مباركه. شوف نجيو نهار الاثنين وحمزه، كل المتمنيات ديالنا نجيو نهار الاثنين ان شاء الله ونلقاو الوداد والراجا وبركان مأهلين. غير انا نقول لك هضرنا على الامور التقنيه، وترجع لي عاوتاني وانا خصني نمشي. انا واحد الميساج للاعبين دابا ديال الوداد والراجا وبركان، الوداد المدرب راه كيديروا لي سيستيم، ولكن بغيت اللاعبين كلهم يكونوا رجال، لان مقابله مصيريه مقابله ديال اللاعبين، هذه خاص اللاعبين مقابله ديال اللاعبين، راه كيعطيك المدرب، ولكن بغيت اللاعبين توصل لهم رساله بانهم مقابله ديالكم. نتمنى لكم التوفيق للوداد للراجا لبركان، ونجيو ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله ان شاء الله نجيو شي 3-3 نهار الاثنين ان شاء الله، ونكونوا فرحانين ونحتفلوا مؤقتا ان شاء الله بالتأهل ديال الانديه ديالنا للدومي فينال ديال تشامبيونز ليغ، وكذلك كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. بوكوراج الدراري ان شاء الله. شكرا عبد الوهاب مسعودي، هذا اللي بيشكرك، حيكم اللقاء.